جمعيات التعاونية ما بين التخصيص وتكويت هذا القطاع المهم وإعادة النظر في آلية نظام الصوت الواحد وإحكام الرقابة بآليات جديدة. رحلة جديدة وممتعة مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب مشاري الفارس. في رحلة جديدة من برنامج على درجة رجال الأعمال يسرنا أن نستضيف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب مشاري الفارس. حياك الله يا أبو مشاري. الله يحييكم. حلت أهلا ووطئت سهلا. حياكم الله والساعة المباركة اللي تشرفونا فيها وإن شاء الله تكون مقابلة شيقة وتكون مقابلة جيدة للمشاهد إن شاء الله. بإذن الله. اتحاد الجمعيات التعاونية المظلة التي تستظل تحتها الجمعيات التعاونية لها ما لها وعليها ما عليها، والاتحاد كذلك له ما له وعليه ما عليه. بداية ودنا بس نعطي فرشة لمشاهد جمعيات تعاونية، كم عدد الجمعيات التعاونية اللي عندنا؟ كم عدد الأفرع؟ الجمعيات حتى آخر تحديث اليوم وصلت 70 جمعية مشهرة، وعدد الفروع اللي هي مراكز البيع فيها عدد 802 مركز بيع ما بين أسواق رئيسية وفروع ومراكز بيع ثانوية مثل لوازم العائلة وغيرها. إجمالي الفروع المستثمرة اليوم وصلت 5322، والمقصود بالفروع المستثمرة اللي هي مثل مثال الكافتيريا أو المصبغة أو الصالونات الرجالية أو النسائية، هذه كفروع مستثمرة 5322. كم حجم الأموال المستثمرة في قطاع الجمعيات التعاونية؟ شوف سلمك الله، الجمعيات تنقسم نوعين الأموال. في أموال اللي تدور فيها سواء كانت مبيعات أو إجمالي اللي تدور كأجارات وغيرها، وفي مبيعات. خلينا نتكلم اليوم على حجم القطاع من ناحية تداول الأموال، ما يقارب 3 مليارات دينار ما بين مبيعات، ما بين أجارات، ما بين دعومات وإلى آخره. أما الرقم الفعلي كإيرادات مبيعات للجمعيات حسب السنة المالية الأخيرة المنتهية 977 مليون دينار إجمالي المبيعات وصلت هذه السنة. السنة اللي قبلها كان 1.2 مليار، ففي تفاوت على حسب السنة. ووصل الله يسلمك إجمالي صافي، أو خلينا نتكلم مجمل الربح، 139 مليون مجمل الربح، وصافي الربح 59 مليون. يعني الجمعيات كلها بشكل عام قاعد تحقق صافي ربح للمساهمين 59 مليون دينار. من استثمارات اللي 3 مليار المجمع تداول الأموال، تداول الأموال زين 59 مليون أرباح. نعم، هذا حسب ما هو معلن من الجهات الرسمية لسبعين جمعية. سبعين جمعية، مو رقم منخفض هذا يا مشاري؟ رقم منخفض نعم، لسببين. اليوم تتكلم الجمعيات اليوم مو عمل تجاري بحت، فلما انت تقول انت المبيعات انت مجمل الربح اللي يصفى لك ما بين 10 الى 12% على حسب كل المنتجات وش كثر انت قاعد تطلع منهم نسبة ربح. حد الأقصى للمبيعات انك تحط مجمل ربحك فوق المبيعات 10%، طبعا مع المجاني وهالامور وانك تخفض التكلفه بالعروض ممكن توصل شويه تصعد. وبعض الاصناف اللي هي مثل خلينا نقول السجاير او الاصناف مشروبات الطاقه او الاصناف الاطفال، هذه تتراوح نسبتها كمجمل ربح من 5 الى 0%، فبعض الاصناف ما ناخذ عليها ربح، فعشان كذي انت تشوف مجمل ربح منخفض.
وفوق هذا في عندك أمور مصاريف إدارية، في إيجارات تدفع للدولة، في كهرباء وماي، في رواتب وغير هذه من الصيانة، هذه تأخذ من مجمل الربح وحقق لك ربح 59 مليون. نوعا ما منخفض، تكلم 5 ما في ما في خلاف، بس يبقى يعني الرقم منخفض بالمقارنة. نعم. على تدوير رأس المال يعني. نعم. صحيح؟ نعم منخفض 5.5% 6% كم جمعية ربحانة أو تسجل تسجل أرباح يعني في الغالب يعني؟ أغلبهم مسجلون. أي نعم. خسائر؟ ما في عدد، في ما في رقم معلن، ما في جمعية معلنة أن محقق خسائر. نعم. بس تكلم أنت خلينا نقول 99.9 ربحانين. ربحانين أو 99. دور الجمعية بالنهاية هو وسيط. نعم. يعني في بعض الجمعيات لما تحقق خسائر يعني في استفهام، يعني شلون استفهام كبير كبير بعد. صح. شلون تخسر في عملية وجود وسيط فقط لا غير؟ انت الجمعية اليوم منصة بيع، يعني انت خلينا نقول في جمعيات او احنا مو مفعلين دور البيع المباشر، ان احنا نستورد ونبيع. فاحنا اليوم احنا وسيط حق المستورد، ناخذ صنفك ونعرضه ونحط عليه 10%، وناخذ منك مثلا عروض، ناخذ منك ايجارات، ناخذ منك يعني احنا كل اللي عندنا ان احنا منصه بيع وناخذ ايجارات ونوظف الاموال في اداره هذه الجمعيه. لما يصير في ربح فهذا الوضع الطبيعي، لان لا يفترض انه يكون في خساره. بس لما يكون في خساره في مثل ما تفضلت بيج كويستشن مارك، هذه ليش؟ هل هي سوء اداره؟ هل هو ارتفاع كبير في المصاريف، ارتفاع كبير في خلينا نقول الايجارات للدوله مقابل تتكلم مقابل المبيعات، ارتفاع كبير في بند الاجور والاعمال الاضافيه، ارتفاع كبير في 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 الاصلاحات والصيانه، هذه كلها عوامل تاثر على صافي الربح. وبالمقابل المصداقية في العمل، وبنفس الوقت الفساد تتركز في هذه البنود. زين، الفساد بنوقف عند الفساد. في مقابل كم جمعية ربحانة، كم جمعية خسرانة، لكن أيضا كم جمعية محالة إلى النيابة؟ كم بسوء إدارة أو إيه؟ بفساد إيه؟ مالي؟ كم؟ على الربع الأول 2023 أعلنت الوزارة 7 جمعيات أحالوهم النيابة العامة، وعدد 35 موظف من الجمعيات كذلك أحالوهم النيابة العامة. أما كعدد إجمالي ما في إحصائية معلنة اليوم إن مثلاً والله الجمعيات أحلنا منهم من 2000 ل 2022 هالعدد، بس إحنا قاعدين نجتهد بالمعلن. فلحد 2023 أعلنوا عن 7 جمعيات إحالة و35، واعتقد ان على قولتهم الحبل على الجرار في جمعيات جايه بالطريق. الفساد في الجمعيات التعاونيه شو سببه؟ اداري، فني، عمليه الاستفاده من مجالس ادارات محدده؟ نبي نعرف شو السالفه. والله يا ابو عبد الله خلينا نقول في فساد مقصود، خلينا نبسطها للمشاهد بعدين نجزئ نفصل زياده. في فساد مقصود وفي فساد غير مقصود. نتكلم عن الفساد المقصود بعد شوي. الفساد الغير مقصود هو سوء الإدارة، حتى لو كنت أنت ما تبطن الشر للجمعية أو أنت لك نية أن أنت تفسد، بمجرد ما أنت تسيء الإدارة أو تهملها أو ما تبذل العناية الجوهرية واللازمة في إدارتك لهذا المرفق، إذن أنت أفسدت. ولكن فساد غير مقصود قانون ما يحاسبك عليه لما توصل للنيابة العامة. الروح للفساد المقصود، أنت تبطن الشر، أنت ناوي تدخل الجمعية للتكسب الغير المشروع. هذا أبوابه كثيرة، يعني أنا ما أخصص ولكن أتكلم كأنواع الفساد، وما أتكلم عن جمعية ولا شيء بشكل عام بشكل خاص، أتكلم بشكل عام. رئيس مجلس إدارة ممكن يتنفع من خلال أنه هو يأخذ نسبة من المبيعات، كانت خضار، يأخذ نسبة من أجارات الأرفف، يأخذ أجار شهري،
إذا الشيك عطله ياخذ نسبة عليه تعجيل. أمين الصندوق نفس الكلام. رئيس لجنة المشتريات هو القلب النابض للبيع في الجمعية بحكم علاقته مع الجمعيات أو آسف الشركات. ممكن يصير في عملية ابتزاز، ممكن لأنه هو يدخل الأصناف داخل الجمعية ويعرضها على لجنة المشتريات، وبالتالي هو اللي يعتمدها مع مجلس الإدارة. يعني إذا كان في مجلس إدارة فممكن في فساد، فما بالك لو كان في تفويض صلاحية مطلقة بس حق هالعضو. راح يصير ممكن ياخذ أتاوات، ممكن ياخذ عمولات، ممكن ياخذ رشاوي، ممكن هو بنفسه أسس له شركة ويحطها تحت اسم وهمي، وطبعا كل عضو يسوي هالشيء. فهذا نوع من أنواع الفساد المقصود. ولكن أنا ما أتكلم إنه فيه ولا ما فيه، ولكن هذه سبل الفساد. حتى لا يقول والله أنت تقصدنا، ولا أنت تقصد الجمعيات، ولا أنت تمثل الجمعيات، إحنا ما نغطي عيوننا. وهذا فساد واقع. أنا كنت بيوم من الأيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وشفت عمليات الابتزاز اللي تصير. ما تحكى بجمعيتي، ولكن احتكيت في هذا القطاع وشفت للأسف قطاع في ما في من 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 أمانة، وفي ما في من 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 عدم الأمانة. ولكن يبقى اللي عنده ضمير ويخاف من الله سبحانه وتعالى هو اللي هني يقدر يتحكم نفسه. وأنا ما أعمم على أحد، حتى لا أحد يقول أو يزعل أو يقول والله أنت تقصد الجمعيات فاسدة. لا، في فساد كل مكان. نتكلم كفكرة، هل هذا القطاع فاسد أو تم إفساده؟ الاثنين. في البعض يدخل الجمعية بغرض الفساد، وفي تم إفساده أن خربوا. بنفس الوقت بعض الأمور الإدارية تسببت في إفساده. خلينا نتكلم بالسبب الأول، فاسد. أنا من فترة كان واحد يقول لي والله إحنا قاعدين بديوانية، دخل علينا واحد من الشياب يقول يا جماعة فزعتكم مع ولدي، ترى بينزل انتخابات الجمعية وترى عليه قرض ويبي يبني بيتهم. شنو اللي تفهم من الكلام؟ يعني نجحوه لأنه يبي يسدد القرض. طيب الجمعية أنت أقصى شيء ممكن أنت تأخذه 9000 دينار إذا الجمعية محققة أعلى ربح سنويا. 9 أضربها بأربعة كل سنة قاعد تأخذ 9000. لو أنت محقق الحد الأعلى، أي قرض اللي بتسدده على 4 سنوات من مكافأتك، أي بيت اللي تبني، فمعناته أنه هو داخل يبي يتنفع. شلون؟ ففي حالات قاعد يتكلمون بهالطريقة، وهذا واقع. في عندكم أنت تتكلم رئيس مجلس إدارة جرى العرف أنه لا حصة من الخضار. هذا الشائع عند الناس. بعض الرؤساء أخذوها حق مكتسب. نعم. ما تقول لي منو، أنا أقول لك أنا عرض علي حولت النيابة. يعني كنوع من خلينا نتعاون. وهذا ما يعني حتى لا أحد يقول والله تعال أثبت لي، أقول لك أنا راعي الشاهد. شاهد عرض عليك؟ طبعا. أول ما مسكت يعتقدون أن أنا يعني عظمي طريب، خلينا نجرب. راح نيابة. والحين لازلت أنا راجع. يعطونك نسبة من مبيعات الخضار. يقولون والله ستة، والله حتى نذكرها 6%. 6%. وشاهد عليها الكلام أخوي محمد عبد الرحيم أمين صندوق جمعية الضاحي بذاك الوقت، وأخوي عبد العزيز الطواري رئيس لجنة المشتريات تمسي عليهم بالخير، كانوا موجودين ويشهدون وهم أحياء يرزقون. سألوهم يعني. وبعد المشكلة لما كنت أسولف حق الناس 6% يقولون والله كانوا ضاحكين عليك بس 6% نسبة توصل 15% في جمعيات أخرى. ولكن أنا ما فعلت هذا الشيء. يعني أنا ما أقعد أعمم لأن أنا ما استفدت، فأقول لك أنا عرضت علي، ولكن أنا ما أقدر أجزم في هذا الكلام. ولكن واقع، هذه دلائل تقول أن في فساد بالقطاع. أفسد الشق الثاني. شلون أفسد؟ واحد مثل حالتي عرضوا عليه قصوا عليه. لو أنا على قولتهم تبعت هواي والشيطان كان أفسدت. الحمد لله ربي ثبتني، ثبت إخواني. ضعف الرقابة وضعف الإدارة وضعف تحمل الجهات الرقابية مسؤولياتهم أفسدت القطاع. هذه من المفسدات.
جايك ابو مشاري انا في الرقابه ودور اتحاد الجمعيات التعاونيه، لكن اتكلم عن الجمعيات. هل اصبح الطريق الجمعيات التعاونيه والطريق الثراء السريع؟ لا لا لا، مو قصه الثراء السريع. يعني الثراء السريع اذا كنت تقول 50,000 100,000 هذا يعتبر ثراء، فهذا حدهم يعني، الا اذا كانوا تجار كبار ودخل الجمعيه بيفيد تجارته وهو مورد ممكن اقول لك ثراء لانه استخدم علاقاته. بس مرتشي ما يثرى، حتى لو طلع مبلغ كبير يبقى يعني ما في بركه، بس مو ثراء ولكن تنفع. اما طريق ثراء سريع لا، يعني اوكي استفيد منه ماليا، استفيد منه بغير وجه حق. ايه في ليش نقول الكلام هذا؟ في الفترات الأخيرة زاد اهتمام الترشح للجمعيات التعاونية من شرائح يفترض أنها مرتاحة مالياً. صح. صحيح؟ صح. فتقول هذا يعني مرتاح مالياً، شو اللي يخليه يصر على أن يترشح الجمعية ويشتغل فيها ويعطي جزء كبير من وقته لهذا العمل يعني؟ والله أبو عبد الله أكثر من سبب. اليوم تتكلم خدمة المجتمعية، هذا سبب رئيسي. رد الجميل لهذا الوطن سبب رئيسي. تطوير نفسك وذاتك، العمل التعاوني والعمل المجتمعي والتطوعي هذا سبب رئيسي. بعض الناس يهيئ نفسه لخطوة أكبر سبب ثاني. الانتخابات قادمة طبعاً، طبعاً. مجلس أمة البلدي اي يعني في ناس يعني كل جمعية هي منصة بدأ انطلاقة. وايد أعضاء مجلس أمة اليوم وأعضاء مجلس بلدي كانوا أعضاء جمعيات ورؤساء جمعيات، واليوم نواب مخضرمين في المجلس. مو بالضرورة تكون مرتاح مالياً ما تنزل، لا، أنت تبي تخدم الوطن. اليوم أنت ما ارتحت مالياً إلا لما هذا الوطن سواك، أنت ما سويت نفسك، فضل الله سبحانه وتعالى ثم لهذه الأرض. فأنت لما تيجي تخدم أهلك وجيرانك وربعك وأخوانك في هذا العمل التطوعي هذا شرف لك. ففي ناس تتشرف أنها تشتغل في هذا القطاع علشان تخدم المجتمع. هذا الجانب الإيجابي والجانب الطيب في الموضوع. جانب السلبي، نعم، إذا كنت ثري ممكن قلت لك تزيد ثرائك إن أنت تدخل تجارتك، كبرها، نميها، استخدم العلاقات. استخدام العلاقات حق مشروع، بس لعمل غير مشروع، بس إذا كانت خلينا نقول استخدام السلطة بطريقة غير شرعية هني هذا أمر غير مشروع. أما لما أنت تكون تفصح والله أنا وكيل هذه البضاعة المعينة بس أنا نازل انتخابات والناس كلها تدري أن أنت وكيل هذا المنتج، فهذا يعني شفافية وفصح، ما يمنع أن أنا ما أحرمك من ممارسة حقك، بس ما في تعارض مصالح فيه. في تعارض مصالح إذا أنت يعني إذا أنت جمعيتك، أنا أعرف واحد مورد من كبار الموردين نزل الانتخابات قال لي والله بمشاري أنا نزلت هالجمعية سحبت منتجاتي منها، هذا شريف تحترمه. نعم صحيح. فسحب منتجاته حتى لا يقولون والله هذا الشخص نزل جمعية وقاعد يبيع، سحبه. الجمعيات الثانية يعني ما بعد هذا حق مشروع يعني. نعم. في مظاهر انتخابات الجمعيات التعاونية انتقلت من ديوانية إلى مخيمات أصبحت وفرعيات وشيلات، يعني قاعد تنمو الظاهرة يعني. أيه. شو الموضوع؟ شوف الخيمة والشيلة هذه طبيعية يعني، كل واحد يفوز يبي يشيلها يبي يغني. بس ما كانت موجودة قبل، ما كانت موجودة، ما كنا نشوف، ما في انتشار. أتكلم عن الجانب الاهتمام الزايد الحين أدرجها لك. الخيام لأن الجمعية صار عليها وايد زخم، وانتخابات الجمعيات حتى النواب قاموا يدخلون لأن القواعد الانتخابية والمفاتيح قاعدة تنزل، فلازم أنا أحط على قولتهم أثني ركبة، فقاموا يضخمون الإعلام على الانتخابات الجمعيات، فصار انعكاس خيام وتحضير ومغرات انتخابية وإعلامية عودة. الشيلات نفس الشيء، كل واحد يفتخر بطريقته، كل واحد يفتخر يغني بطريقته. أما الجزئية الثالثة الفرعيات، هاي فرعيات مالك يعني تشاوريات، ما بنروح فرعيات. فرعيات فيه ولا ما فيه؟ تشاوريات تعددت الأسباب والطريقة واحدة، لازم القانون يحاربها. بس لازم في أتكلم عن قرار واقع. كل جمعية فيها تشاورية أو
او خلينا نقول فرعيه. نعم. يعني اذا هم بيشكلون فرعيه سواء كان الحضر ولا القبائل ولا حتى الطوائف يسوون سمها مثل ما تسميها، طالما مو منظمه بالقانون اذا هذه فرعيه، فرعيه مو على القبيله بس، حتى على الحضر، حتى على القبائل الطوائف. يعني انت لما تختار طائفه احنا نسوي ما بيننا ست فخوذ، هذه مو فرعيه. انت ليش انا اكون حزب سياسي واسوي ما بيني اختيار واختار شخص ويقولون هذا والله امر ديمقراطي؟ شو الفرق بينها وبين العائله؟ نعم. يا تنظمها صحيح يا تحاربها صحيح، ففيها موجوده رقابه الاتحاد على الجمعيات التعاونيه اداريا ماليا. قبل ما نروح للجمعيه اللي فيها اشكاليه تروح النيابه، نتكلم عن دور الاتحاد هنا. وين دور الاتحاد اليوم؟ خلينا نتكلم شوي بشكل موسع عن دور الاتحاد. يعني انا اقدر الخص دور الاتحاد في اربع كلمات: دور ريادي، دور اقتصادي، دور اجتماعي، ودور سياسي. خروح على اول نقطه. اليوم الدور الريادي للاتحاد، انا كاتحاد جمعيات امثل الجمعيات التعاونيه الاعضاء في الاتحاد اللي عددهم 70 جمعيه في جميع قطاعات الدولة وفي جميع المحافل الدولية الكويتية والخارجية، وأنا أمثلهم في أي مشكلة صارت. يعني على سبيل المثال مشكلة اللي سمعت عنها، مخالفات هيئة المنافسة، هيئة المنافسة وصلت المخالفات إلى 8 ملايين دينار على الجمعيات. فأنا كاتحاد تبنيت هذا الموضوع ورحت رفعت، طبعا بتفويض مع اخواني الجمعيات، رحت رفعت قضيه في المحكمه الدستوريه حتى اطعن في دستوريه هذا القانون اللي قاعد يعطي القوه والصلاحيه لحمايه المنافسه انها تخالف الجمعيات 8 ملايين 9 ملايين دينار. ليش انا اربح 200 الف تحملني غرامه 700 800 الف في جمعيه وصلت مليون و100 وخالفتها؟ فطعنا ووقف التنفيذ وناطرين حكم المحكمة الدستورية. فهذا دوري الريادي اني انا امثل الجمعيات. اتكلم اليوم عن الدور الاقتصادي. اليوم الجمعيات التعاونية فتحت بيوت، فتحت محلات، فتحت مشاريع للمبادرين، فتحت مشاريع للأسر. اليوم المحلات الكبيرة العملاقة والصغيرة قاعدة تفتح بالجمعيات. اليوم البراند العالمي اللي يبيع بالمليارات قاعد ينزل بالجمعية. اليوم المبادر الكويتي اللي قاعد يفتح مصنع وياخذ قرض 50 ولا 70 ألف من الصندوق الوطني ولا البنك الصناعي قاعد ينزل بالجمعية. اليوم المشروع المنزلي اللي ابتدت بالبيت البنت وكبرت شوية فتحت لها فرع صغير قامت تنزل منتجاتها بالجمعية. فهذا جانب اقتصادي داور الأموال. الجانب اليوم الاجتماعي، اليوم أنا قاعد أهتم في شوارع المنطقة، قاعد أهتم في حدائق المنطقة، قاعد اهتم في مساجد ودور عبادة المنطقة، قاعد اهتم في المدارس، في المستوصفات، قاعد انشر التوعية، قاعد اسوي الرحلات الثقافية، قاعد اسوي الرحلات التدريبية. اليوم حتى التجميل والزراعة قاعد ادخل فيه. فهذا جانب اجتماعي كبير، حتى المحافظة اللي احنا المحافظات اللي احنا متحافظين عليها وراح نطالب في إلغائها قاعدين ندخل وقاعد ندفع لهم رسوم. قاعد ندفع 5% من أرباحنا. دور اجتماعي كبير للجمعيات اليوم في دولة الكويت. وآخرها اللي أنتم شفتوه تكاتفنا لما صارت جائحة كورونا، كل الناس تطوعت، واللي مات واللي استمرض واللي ما شاف أهله شهر وشهرين لأنه انعزل. فهذا دور اجتماعي كبير. كذلك في الغزو العراقي هذا دور اجتماعي وأمني، علاوة عليها الأمن الغذائي والاستهلاكي اللي احنا قاعدين نسويه عش قاعد تتوفر. إيه الدور السياسي والأخير؟ حملات المقاطعة على فرنسا، وعلى لما صحيفة شارلي إبدو هذه الفاسدة أصدرت رسوم مسيئة. عندكم المنتجات مقاطعة السويد لما سيء الذكر حرق المصحف الشريف. واليوم إحنا قاعد نشوف آلية حتى نقاطع الشركات الصهيونية. يعني أنا الكثير من المطالبات قاعد تجيني، لكن انا ماني قادر لان ما في بلد منشا اسمه الكيان المحتل. فهذا جانب سياسي انا قاعد احاول اني انا اشوف له حل. مو ناسي
فهذا هذه الجوانب الأربعة، وكدوري أنا كاتحاد إني أنا أتدخل. جايين بالتفصيل لدور الاتحاد ودور الجمعيات التعاونية في تكويت هذا القطاع وأيضا تخصيص هذا القطاع، ولكن بعد هذا الفاصل. نعود مجددا مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب مشاري الفارس. حياك الله يا ابو مشاري مجدد. الله يحييك يا ابو عبد الله. دور الاتحاد الرقابي على عمليات الاختلاس اللي تتم في الجمعيات التعاونية قبل احالتها للنيابة او بعد، ما هو دور الاتحاد في محاسبة عمليات السرقات والاختلاسات اللي تمت في مجالس الادارات المتعاقبة في السنوات السابقة؟ احنا كاتحاد جمعيات دورنا تنظيمي وليس رقابي، احنا نمثل الجمعيات وبنفس الوقت حلقة الوصل بين وزارة الشؤون والجهات الحكومية والجمعيات. فالجانب الرقابي في عملنا ان احنا نوصل التعميم الخاص بالوزارات الى الجمعيات بحيث انه ما يخالفون، ونذكرهم في القرارات الوزارية، ونأكد ونقوم في عمل الحملات بالتعاون مع الجهات الحكومية. ولكن صفتنا كجهة رقابية على الجمعيات بخصوص أي إذا كان في اختلاس أو في تحويل نيابة أو شبهة أو أيا كان يعني مخالفات، إحنا ما لنا دعوة. إحنا دورنا الرقابي فقط يتمحور في رقابة الأسواق أنها تتطابق أسعارها مع أسعار تعميم الاتحاد اللي يصدر. يعني أنت السلع اللي أنا مطلع فيها أسعار هل نفسها أو لا، أو كانت هذه السلع فيها تعميم أو لا. هذه صفتي الرقابية. أما من ناحية الأمور المالية والإدارية والمخالفات، لا، أنا ما لي صفة عليهم أبداً. أبداً. في القضايا السابقة اللي أحيلت للنيابة، هل تم محاسبة أحد أو حفظت القضايا لعدم كفاية الأدلة؟ هل تم محاسبة أحد في عملية الاختلاسات اللي تمت طوال تاريخ الجمعيات التعاونية؟ ما مر علي ان شخص انسجن لانه اختلس. الامانه اغلب معظم القضايا الماليه والاداريه، خلينا نتكلم الماليه اللي فيها شق جنائي مالي، اللي فيها اموال عامه او اموال خاصه، هذا نيابه الاموال، اللي اسمعه واللي مر علي ان اغلبهم يا تحفظ القضيه يا عدم كفايه ادله، او يجيك مثلا انا مجلس خالفت، إيه المجلس اللي بعده عقب كم سنه ويكتشف المخالفه، يقوم يرفعها للوزاره، الوزاره تشكل لجنه تحقيق ويون يحققون، والدوره المستنديه الطويله تروح علشان يرفعونها الى نيابه الاموال وينتدبون الخبره. فهذا وقت يدخل بالتقادم، يدخل في بعض الجمعيات او كلهم، كل مجالس يطلعون وياخذون لما تنتهي جمعيتهم العمومية، يعني تقريبا ياخذ براءة ذمة، يعني يعتمدون سنة المالية، فالجمعية العمومية تصدق ومثل يتم تحصينه، تبري ذمته تحصنه. فكل هذه الأمور تخليه يطلع من 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 الجانب المحاسبة، فعشان كذي يطلع. وأغلبهم وايد شفت وافدين يحطون فيهم التهمة، المحاسب كالعادة، المحاسب، الكاشير، مسؤول الخضار، مسؤول الرف، مسؤول المخزن. وين مسؤول المخزن؟ راح ديرته. زين ما يصير، يعني وش سوي؟ راح ديرته، تعال لحقيته. فيعني علشان انت تمشي في هذه الأمور وهذه القضايا تأخذ وقت وجهد كبير، وبالنهاية يعني المال ما يسترد، الأموال لم يسترد منها شيء. بعض الأماكن، يعني أنا مرت عليه حادثة، إحدى الجهات التابعة حق المنظومة صار فيها اختلاس وتسهيل عملية الاستيلاء على المال العام، تم رفع قضية، وهذا الشخص يعني صار عليه ضغط ورجع الفلوس، رجع الفلوس بمحضر نيابة، ففي فلوس قاعد ترد والقضايا مستمرة. حالات فردية، حالات يعني، بس الشكل العام يعني اللي تنفع من وراء الجمعية صعب انك ترد من
أموال لأن الوضع الحالي السقيم، بس حتى لا نشجع فساد ولا نثبط بالصالحين. لا، أنت إذا ما أودعت السجن أنت حرمت من الترشح، أنت شوهت سمعته، أنت عرفت الناس كلهم أن هذا الشخص ساقط أخلاقيا وساقط بالأمانة. بمجرد ما هو يعزل ويروح المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية تأكد أن قرار العزل صحيح، ولكن لعدم كفاية الأدلة تعرف بعض الأمور، التسجيل ممكن يكون مو دليل كافي إذا ما خذيت إذنك فتسقط. فلا، أنت ثابت عليك التهمة ولكن ما سجنت، ما تثبت عليك الحكم، ولكن إحنا ندري أنت مختلس وتمشي بيننا، إحنا ندري أنت مختلس، ولكن أنت حماك القانون لأن استغليت الثغرة. بس لا، نستمر ونفضحهم ونحقق وياهم ونكشفهم ونشتكي عليهم وما نتعب، ونحافظ على أموال الناس والمصلحين، معاكم الحق وشجعكم. لا يعني جزئية لا تبوق بوق ولا تخاف اللي كانوا يقولونها، لا الحين لا، بوق ودير بالك لأنك راح تنقض. تقريبا قضايا المالية، هل في رقم معين لحجم الأموال المختلسة؟ ملايين ملايين، لأن في جمعية من الجمعيات 200,000 بروحها وهي تعتبر جمعية صغيرة، في جمعية 500,000 على مدى على 68 جمعية، بفترض أن أقول على 5 في جمعيات قضايا مال عام، على أكثر من دورة وعجز اللي انصاد واللي ما انصاد. هذه أموال كبيرة ما تقدر تحصرها ولا تقدر تقول أن هذا قطاع فاسد، ولا بنفس الوقت تقول أن ما تقع أخطاء تخسر القطاع أموال. يعني شد وجذبها عملية شد وجذب، بس بالنهاية ما نقدر نحكم بالقطع إيه أو لا. عمليات تفاوت الأسعار بين جمعية والثانية، في جانب فيها جانب تنظيمي رقابي، أو هل يدخل هذا العمل في عملية استفادة أو اختلاس مبطن؟ ليش في بعض الجمعيات تلاقي بضاعة بالجمعية أخرى بسعر وثالثة بسعر آخر؟ التفاوت شو سببها؟ تفاوت الأسعار له طريقتين. الطريقة الأولى أن أنا كجمعية مسوي عرض حق هذا المنتج، أو هذه الشركة داعمة منتجها في جمعيتي في أسبوع العروض، فتلاقيه أقل من الجمعية اللي يمي. هذا واحد، ففي دعم وفي عرض عليه. الطريقة الثانية، ممكن أنا كجمعية أبيع أحد الأصناف، الجمعية الثانية رفعت سعره بالتواطؤ مع الشركة. إحنا اليوم ثبتين الأسعار، ما يحق لك ترفع، ومعمم على الجمعيات ما تزيد السعر. يقوم هذه الشركة ويب منتجاتها ويقول أنا بزيد سعري 100 فلس كاكاو من 200 إلى 300، هذه 50% زيادة. بالجمعية الفلانية تلاقيه 200، جمعية الثانية 300، هذا يعتبر تواطؤ مخالفة للقانون وزيادة أسعار غير قانونية وغير خلقية على المجتمع. فهذه الحالات يعني يا عروض يا تواطؤ. وتوحيد الأسعار، توحيد الأسعار طبعا في قرار وزاري صدر من وزارة التجارة في 2020 على موضوع تثبيت الأسعار بسبب جائحة كورونا، ولا زال معمول فيه. أنا من وجهة نظري جيت من باب آخر، باب مغاير عن الوضع الحالي. لازم نأكد على شغلتين، ما كان في زيادات مستحقة لسكان دولة الكويت، أو ثلاث شغلات، ما كان في زيادة مستحقة لسكان دولة الكويت بالمدخول، بنفس الوقت التضخم كان كبير في الأسعار. رقم ثلاثة، لازم نقر أن المستوردين ارتفعت عليهم التكاليف بشكل مهول وخيالي، وفعلا منهم كثير قاعد يخسر. فصرنا بين حان ومانا أو حالتين، هل أنا أضحي في القوة الشرائية اللي هو الشعب اللي هو يدفع ويشتري، اللي هو إذا زدت عليه الأسعار راح يتضرر جزء كبير منهم اللي هم تتكلم الطبقة المتوسطة والضعيفة، أو أضحي بمجموعة من المستوردين عندهم الملاءة المالية ما ألبي لهم حقوق متطلباتهم لفترة معينة من الزمن يقدرون يصبرون أكثر من قدرة المواطن أنه يصبر على الزيادة، بعدين رب العالمين يفرجها. فأنا أتخذ قرار صعب، أني أنا أضحي في هذه الشريحة أو أنا أضحي في مطالبهم لحين ما أنا ألبي مطالب هذه الشريحة. أنت تتكلم زيادات مجزية، تثبيت أسعار، تغليظ الرقابة، وضع نظام رقابي ممتاز. اليوم إحنا مال سايب في الجمعيات،
فاحنا بالجمعيات ما سايب، اذا ما تحكم الرقابه مضبوطه وبقرارات ونظم وفي ستراكشر صح، لما يصير في زياده على الاسعار ما تنعكس بشيء مهول على الناس، اذا انا اضحي بالمستورد لان انا ادري 100% كل شيء راح يزيد على المواطن، فلازم احكم العمليه واكد ان في سوليد جراوند انه يقدر يوقف عليها المواطن لما تصير في زياده 5 ولا 10 ولا 15 ويقدر يستمر لاخر الشهر، اني انا اتكلم معاهم واشوف شنو يسمح لهم القانون، هل مستحق ولا غير مستحق، هل الزياده وقتها مناسب او غير مناسب، هل على الجميع ولا على البعض، هل على بعض الاصناف ولا جميع الاصناف، تندرس وما تنفتح بشكل عام. اما اذا يبون يخفضون الاسعار وهذا اللي انا قاعد احارب عليه حاليا على الجميع، فانا ايدي مفتوحه نخفض على الكل، وهذا الطموح يعني بالنهايه اذا خفضت برضاك معناته انا سويت لك حل يخفف عليك العبء المالي فانت ربحت وخفضت الاعباء على المواطن، وبالنهايه كلها المواطن والاقتصاد الوطني هو المستفيد، اكيد انت كمستورد واحنا عندنا السلع موجوده، فيعني انا قاعد افكر بالنظره الشموليه مو بس على جزئيه معينه او شخص معين متضرر. دور الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع، يقول كل جمعيات تحقق أرباح، شنو أخذنا منها يعني؟ في جمعية أو جمعيتين ثلاث أربع ها؟ يسوون كم خدمة للمجتمع، لكن وين باقي الجمعيات السبعين جمعية الموجودة؟ خلينا نتكلم على الأصل، على جمعية واحدة. جمعية موسم الأمطار توفر خدمات الطوارئ، مثال يعني هذا أمس سحب المياه الكهربائي الصحي أجلكم الله، خدمات التكييف إذا مثلاً ضربت، كل هالأمور هذا جانب اجتماعي طارئ، تصليح الألعاب في الحدائق، تصليح الحدائق، تصليح الممشيات، تصليح الإنارات، تصليح المطبات والأرصفة والشوارع، هذول أنا كلهم سويتهم، فأنا ليش قاعد أعدد لك؟ لأن هذا أنا بيوم كنت بالجمعية سويته، سواء من حساب الجمعية ولا من تبرع من أشخاص. تتكلم شنو عندك؟ الجانب الثقافي الثاني، الرحلات الثقافية، تودي الناس رحلات ترفيهية، رحلات العمرة، حضانات المدرسية تدعمها، المدارس، الاختبارات تدعم الاختبارات، الوجبات الغذائية بالامتحانات، أيام الكورونا وجبات على المتطوعين، وجبات على المعزولين في المدارس، عندك المسايد في المواسم الدينيه، الماي والشاي، يعني هذا جانب اجتماعي كبير يفترض ان كل جمعيه هذا الحد الادنى منها، غير الجمعيات المتميزه تتميز بزياده. كل جمعيه بس مو كل الجمعيات قاعد تؤدي هذا العمل. كل الجمعيات ولكن يختلف على حسب قدره الجمعيه الماليه وقدره الجمعيه التسويقيه، شلون تبين الصوره حق الناس ان انا سويت. فانت تشوف والله هالجمعيه ما قصروا ودوا ربعهم ما خلينا نقول مثلا رحله ولا العمره ولا ايا كان لانهم سووا اعلاميه زينه. صحيح، بس في بالمقابل في بعض الجمعيات يقول لك ما شفنا منها حتى ارباح، توزيعات ما في، لانها جمعيات فاشله، لانها جمعيات فيها فساد، لانها جمعيات فيها سوء اداره، لانها جمعيات فيها تكاليف عاليه، لانها جمعيه سواء كانت تكاليف اداريه ولا تكاليف تشغيليه، فبالنهايه كلها سوء اداره. لأن في سوء إدارة فمعناته ما في أرباح، لما ما يكون في أرباح فما في خدمات. تكويت الجمعيات التعاونية طرح. أول شيء كم عدد العاملين في قطاع الجمعيات التعاونية الإجمالي؟ الإجمالي 16,560 تقريباً. نسبة الكويتيين منهم؟ الكويتيين 13.9 14%. تشكل بحدود كم نسبة؟ يعني نتكلم الكويتيين 2020 2016 ككويتيين، والاجانب 14,500 وشيء تقريبا. نعم، مشروع التكويت ايش بتكوت؟ اول شيء خلينا نتكلم عن مشروع التكويت، مشروع التكويت هذه مبادره من اتحاد الجمعيات بالتعاون مع رئيس لجنه تعديل التركيبه السكانيه معالي النائب الاول الشيخ طلال خالد الأحمد، بادروا الجماعة
في اتحاد جمعيات ان هم احنا نبي نكوت القطاع. وبالفعل جزاه الله خير معالي النابلوي تبنى هذه العمليه واصدر تعليمات لنا يا وزاره الشؤون وهي القوه العامله كونها تحته بالاشراف، طلعوا هذا المشروع ليرى النور. وبالفعل وزاره الشؤون طلعت القرارات الوزاريه اللي تنظم العمليه وشكلت لجان، منها اللجنه الرباعيه اللي تختص في متابعه القرارات، تختص في المقابلات، تختص في فرز المتقدمين، تختص كثير من الاختصاصات فيها، واللي انا احد اعضائها واتشرف اني اكون احد اعضائها بصفتي رئيس اتحاد طبعا. هذا كان يطمح الى تكويت الوظائف الاشرافيه والهدف 3000 وظيفه اشرافيه. بدينا تقريبا في 7 جمعيات، الحين وصلنا 7 جمعيات، يمكن نقول نوصل 10 جمعيات، 10 جمعيات مع اليوم. قابلنا ووافقنا عليه وقابلنا فوق 100 شخص، مقابلات مكوكية. الهدف ان احنا مو بس نعين الوظائف الاشرافية، مو بس المدير العام والنواب، نائب المدير المالي، نائب المدير التجاري ورؤساء الاقسام، لا، هدف انت لما تقول هذه وظائف كم، ما يشكل شيء من النسبة. تكلم الوظائف الثانية، لو كان في رقبة من المخازن الى نواب رؤساء الاقسام كلهم ممكن الكويت يشتغل فيهم. احنا بالكورونا انا كنت رئيس مجلس ادارة احد الجمعيات، انا كنت اوقف مكان التكييس، انا كنت اوقف صوب الكاشير عند الباب تدخيل الناس من المخازن، النقل، توصيل الطلبات، تعبئة الكياس. انا اتكلم والمتطوعين، وانا اقلهم فضل كعمل تطوعي. نعم صحيح، لكن كعمل هذا عمل تطوعي، فما بالك وتقبلوها والناس. والله احنا نشوف امهات وبنات ميون، نشوف بنات ميون تطوعون، احنا نعرف اخوانهم واهلهم، هم خواتنا وبناتنا، فكانوا ميون يشتغلون. فاذا كان هذا الفكر موجود كتطوع وبازمه كل من خايف، فما بالك لو كانت الفكره عمل شريف مقابل راتب مقبول الى مجزي بوظيفه مقبوله. ليش لا؟ يمكن انا اوصل نسبه من 14 الى 80%، 85، ليش لا؟ المخازن ورئاستها، الاسواق وادارتها، وكل الادارات وكاشيريه. يعني انت بالنهايه مو كل الكويتيين طلبه جامعيين، في كويتيين يشتغلون بالكاشير بالمحطات الوقود. طيب انت فالفكر انا اللي بوصل لك ان الفكر موجود، ليش ما هذا اللي ما عنده مانع يشتغل هناك، تعال اشتغل بيني وبينك وربعك، معزز مكرم نحترمك، وبالعكس كل الناس راح تشوفك وتسلم عليك وتحبك، لان انت قاعد تخدمهم في اهم شيء حاجتهم اليوميه، غيرها من الوظائف الشبه اشرافيه على الاسواق. شنو اللي يمنع؟ اذا كانت متقبله مجتمعيا بالعكس العين اوسع لهم من المكان، وهذول عيالنا وقلبهم علينا احن من الغريب، مكسورا بالغريب، ولكن هذا واقع. انت واقع، يعني انت وين بتروح اذا انت اختلفت معك؟ بتروح بيتكم، ما راح تسافر، مثل اللي الحين كلهم يلحقونهم في النيابه. فانت موجود تحت عيني وحولي، فهذه الفكره بالعكس. مشاري يطرح بين فتره والثانيه عمليه تخصيص الجمعيات التعاونيه كفكره وكممارسه. دراسات الاتحاد ايش تقول في هالجانب هذا؟ دراسات تحت، انا معارض للفكره من ناحيه المبدا انك تحول القطاع التعاوني الى قطاع تجاري اليوم. لان اليوم القطاع التعاوني اثبت ثباته، اثبت وجوده في ظل الازمات والحفاظ على الامن الغذائي وتوفير فرص كريمه، وان انت لحجة حجايتها على قولتهم احنا موجودين. فالقطاع التعاوني تلاقيه عاده مو مذكور، بس لو صارت الازمات تلاقيه على راس الهرم بالمشاكل. فتخصيصه اليوم او استثماره انا اشوفه وقت غير مناسب. من ناحيه الفكره ما في شيء لا يخصص مثل ما تأمم. فالفكره ما هي ممنوعه، ولكن في ظل احتفاظ على جميع العناصر اللي تحفظ في هذا القطاع ريادته، ربحيه المساهم،
جودة المنتجات، جودة الأسعار والخدمات. أنت ما تسلمه لي مثلا مستثمر وتمسح كل هذا الجانب المضيء من القطاع. تبي تخصصه قدم لي رؤية محترمة عشان أقتنع، غير كذي مرفوض جملة وتفصيلا. في المقابل يقول لك بالنهاية إدارة سيئة، محاسبة ضعيفة، أرباح لا تحققها، خدمة سيئة. ليش ما تكون شركات تطرح والمساهم نفسه يأخذ حصة فيها مثل أي شركة ناجحة، يحقق فيها أرباح ويقدم فيها خدمة أفضل؟ هذا هو مفهوم التخصيص في الجانب الآخر. هذا الجانب المضيء من العملية، الجانب المضيء أن أنت ما يصير تقولي روح خصص تخليني أنا أدير العملية. لا، أنت لما يكون في نظام واضح، قانون واضح يكفل الحقوق لجميع الأطراف، أولهم المساهم ساكن المنطقة مو المستثمر. لما يكون المساهم، لأن هذا عمل تعاوني تأسس من أجل التعاون، تبي تأسس عمل ربحي، غير النشاط وعوض بشيء يعطي نفس الخدمة حق المساهم. أما تقول لي المتاجرة راح أحمي عمليات البوق، طبعا أنا 100% معك، راح أقل البوق، أقل الهدر، وتصير منتجات مو موجودة بالكويت، وايد شغلات، والتنظيم وشكل السوق أحلى ويشرح الصدر، والدليل روح أشوفه الهايبر ماركت مثلا. بس أنا بالنهاية هذا عمل تعاوني، تبيني أنا أخصصه، حط لي طرق تحمي فيها المساهم، مو أنت تيجي تخصصه مثل ما صارت في بعض التجارب الحالية. ليش؟ لأنه كان فيها فساد حسب ما قالوا، فصار التخصيص قرضه بسداد المديونيات. أوكي أنا الهايبر ماركت، بس أنا ما استفدت. طيب ليش أنقل هذه التجربة بوجهة نظر السكان أنها فاشلة إلى كل الجمعيات؟ لا، لازم أحط خارطة طريق واضحة المعالم، وأحط قانون واضح، وأحط جوانب تحمي المساهم وتحمي الرفاهية التسويقية له وتحمي الجمعيات وهذا القطاع، بعدين أفكر إيه أو لا. ما المشاهدين تجربة والدسمة مثلا، في حال وجود تجربة واحدة فاشلة، هل يعني هذا فشل الفكرة؟ لا، ما يصير أنت من أول تجربة تفشل أتسكر الموضوع. حاول، ولكن أنت لما فشلت شوف شلون الطريقة اللي صارت، الابروتش هي اللي فشلتك، غير الطريقة، غير أسلوب التخصيص اللي أنت قاعد تتكلم فيه. عندكم بدائل؟ لا، أنا ما عندي بدائل، بس أنت اللي قاعد يفرض الفكرة لابد أنه هو يحط البديل. أنا بيوم ليوم ما أخفي عليك كنت مقتنع بالفكرة، لأني أنا كنت في نص المعارك مع الفساد واللوية هذه اللي يقولون عنها، فصار فيني أنا ليش أنا قاعد أتعب؟ عطها شخص يديرها مع السلامة. حين لما أنا دشيت بالكورونا، دشيت في اتحاد الجمعيات، اكتشفت أن هذا العصب الرئيسي للأمن الغذائي، إذا ما كان محكوم وما عليه 100% سيطرة وحر ومستقل، ما في أي شخص مستفيد يتحكم فيه، راح يصير الوضع خطر. عشان كذي أنا قلت لك أنا تغيرت نظرتي لما تغيرت خبرتي، وين كنت بأي قطاع، على قولتهم بأي قبعة لابس، فصقت القبعة هذه ولبست القبعة الثانية، لا تغيرت وجهة نظري، ومن قريب ومن بعيد. بما أن في خدمة الجمعية وفي خدمة أهالي المنطقة، نتكلم عن الصوت الواحد، هل خدم يعني الفكرة، يعني إعادة تغيير النظام الانتخابي في الجمعيات التعاونية؟ لا والله أفسدها. أنا خلني أكون صوت الواحد. صوت الواحد وعبد الله، خلني أقول لك شغلة، حق مشروع، حق دستوري، حصنت المحكمة الدستورية ودافعنا عنه ذاك الوقت، أيدنا، ولكن ما يمنع أن نصحح، أثبت فشله بالمجلس، مجلس البلدي، بالجمعيات، قام يصير في عمل فردي، أصل العمل الفردي، ما في عمل جماعي، أصل الفئوية والقبلية والطائفية ونقل الأصوات. اليوم إحنا قبل في الجمعية، حتى في الجمعية قبل كنا قوائم، قائمة الفلانية الثلاثة إذا ما اشتغلوا سقطناهم، بس إذا والله هذا الشخص فشل نجحوا دعمه، نجح أخوه. في شواهد اليوم موجودة بالجمعيات اليوم السنين هذه. فلا، صوت الواحد سيء. اليوم أتحكى قوائم عندها فكر، عندها أهداف،
اصوت للقائمه، منو فيها؟ عبد الوهاب، محمد، خالد، زيد، عبيد، مو مهم. القائمه الفلانيه، الهدف والغرض والفكر، هذا الاصل، هذه الديمقراطيه. اما تقول لي صوت واحد، اوكي حق دستوري ودافعنا عنه ووقفنا معاه وحاربنا وياه، الحين نوقف ضده لانه فشل، فشل ذريع، واصل الفئويه والعمل الفردي. وها اليوم قاعد تشوف قدام عينك تشكيل مجلس اداره الفلاني، خمسه مصورين مع بعض واربعه قاطينهم بحر. ليش؟ لان هذا ناجح وهذا ناجح وهذا ناجح وهذا ناجح وهذا ناجح بروحه. التقت الاراده على المناصب، واحد بس يغير رايه الاربعه اللي هناك يدشون المشهد ويصيرون هم الكل بالكل، وهذول الاربعه اللي كانوا بيشكلون راحوا برا الحسبه. لو في قوائم وبعدها ينزلون نفس القائمه صاروا سته اغلبيه باي ديفولت مع بعض، اذا فشلوا هالسته بيطيحون الانتخابات الجايه واللي بعدها. هذا الفكر الصح، هذا العمل المحترم المؤسسي. نعم، مشاري عبد الوهاب، مشاري الفارس، في نهايه هذه الرحله شو اللي ودي تقوله ما قلناه قبل شوي؟ والله ودي اقول اوجه كلمتين. اول شيء انا مو افضل واحد في القطاع التعاوني ولا افضل مواطن، وانا من راسي لريلي اخطاء وعيوب، اتصوب بكلمة النصح واتقوم بالدعاء. اذا اخطأت فحكم علي، واذا صبت فهذا يعني من الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم لاستضافتكم، شكرا لعرضك هذا القطاع الخاص المهم. اول شيء احب اشكر كل من ساندني اني انا اوصل لهالمكان، وهذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم دعم الناس اللي على راسهم شركة حياتي وزوجتي أم مشاري الله يحفظها، يعني تحملت ما تحملت من شقة على قولتهم وتقصير، ولكن والله وقفت وساندتني وشجعتني. والدتي الله يطول بعمرها، ووالدي الله يرحمه، وإخواني وأصدقائي وربعي، كل الشكر والتقدير لهم، كل الشكر للقيادة السياسية واللي بثقوا فيني أني أنا أوصل لهالمكان. وإن شاء الله إذا كنت على حق يدعموني، وإذا كنت على باطل يعجلون في أنهم ينهون قرار رئاستي للاتحاد علشان ما أخرب الاتحاد. فبالنهاية هذا منصب ماشي ماشي، الأهم أنك تصلح وتشتغل، وإذا أنت ما أصلحت فالنصيحة واجبة علي أن تنصحوني، وتغييري وأوجب من كل شيء. شكرا لكم، وأتمنى أن أنا ما كنت ضيف ثقيل عليكم، ولا يزعلون مني اللي أنا إذا كنت شوية مهوس عليهم بالكلام أو بالفكر. أسعدتنا يا أبو مشاري. في نهاية هذه الرحلة نشكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب مشاري الفارس، إلى أن نلقاكم في رحلة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.